السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش مصطفى لو سمحت. تفضل معك. الله يكرمك. أنا أختي إمبارح عملت مشكلة، ف لسه قافل معاها في التليفون، جوزها يعني قال لها أنت طالق. طيب. أنا حصل مشكلة وهم قعدوا مع بعض، مامتي وباباه، وهو قاعد لسه قافل معاه دلوقتي، فانا بقول لها ان هو وقاعد كان متعصب، وقال لا كانت قاعد هادي واحنا بنقول له لا انت اكلت لحمه، لا عملت ليه لحمه، لا هو ما بيحبش اللحمه، طب النهارده انت حبيت اللحمه اشمعنى، موضوع كده في حته هم لسه متجوزين جداد معاهم ولدين صغيرين وكده، وهي ماشيه على روتين معين في الاكل وهو ما بيحبش اللحمه، بس هي طلعت اللحمه فبقى لها فتره شهرين بتقسمها واحده واحده على اكلها، هو حب اللحمه هي كانت عامله سجق ومكرونه، فقعدوا واجتمعوا وامي راحت وباباه راح وهو قاعد، فقال لها لا انت كده هي بتكلمني، بص حتى طريقه ردها وبتاع، لا انا هطلقها، راح مطلقها. قال لها انت طالق؟ قال لها انت طالق. محسوبه تطليقه. نعم؟ محسوبه تطليقه، يريد ارجاعها او لا؟ ايوه. يعني هي تروح البيت النهارده، هي قاعده في البيت عندنا، ما تروحش الا تحصل ايه بقى بعد كده؟ ها؟ يحصل ايه بعد كده؟ لا ترجع لبيتها، لان التطليق اتقوا الله ربكم. هي في بيتها. نعم؟ هي في البيت يا مرحبا موجودة. طيب ما هي في بيتها، طيب يريد يرجعها يقول لها رجعتك ويشهد اثنين من الصالحين انه رجعها. تمام، يعني لازم يرجعها. الله يسلمك، الله يكرمك.